كرة ساذجة جت جون. احمد توفيق، ابراهيم صلاح، اسلام جمال، ما اعرفش يعني. ف يعني في حاجة مش طبيعية النهارده، في لعيبة كان هم لو اتفرجوا على نفسهم ما كانوش طبيعيين. بالاضافة طبعا مش ده الشناوي وحش افريقيا. فلسه بقول ده احسن وقت دلوقتي لتجديد عقدهم كلهم. يعني الوقت اللي احنا فيه بعد الماتش اقول لهم تعالوا بقى، كنت عايز كام يا حبيبي؟ 10 مليون، هديك مليون. ده الوقت المناسب. لكن الزمالك طول عمره فنيات، يعني بيحب الهندسه، بيحب اللعب الجميل. بتبقى كسبان ومش راضي، ده جمهور الزمالك. انا متصور اولا مؤمن ما عندوش اخطاء، لان مؤمن مش هيقول للاعب عنده تتقطع من رجلك كوره ساذجه كده. الحكم طبعا بقول تاني، هل انا لو قلت على الحكم ده مرتشي يبقى الحاجه باظت؟ لا، ده حكم مرتشي علنا، حكم سيء. اولا انا في اثنين، يعني ضرب جزاء مش ضرب جزاء، معروف اتهرى ضرب، اتهرى ضرب استنلي الفرمله اللي جون فرمه يعني. فحكم سيء جدا جدا. وعايز اقول بقى ده شغل حازم الهواري. حازم الهواري ابتدى يشتغل بقى خلاص، هو سحر، عشان هو عارفين ان انا كنت ضدهم في الانتخابات وحضرني ضدهم في الانتخابات، ده شغلهم. لكن خلينا نتكلم على الجوانب الايجابيه. استنلي صفقه جميله، محترم، جاب فلوسه في ماتش واحد. خلينا نتكلم عن باسم وروحه، واخد بالك؟ ويمكن مش عارف استاذ مدحت، انا بتكلم وهو يعني هو طبعا مقدر ظروف ان انا عيان فبيكمل لي كلمات متقاطعه. باسم طلع ليه؟ لانه عنده انذار. انت عارف اللاعب لما بيكون عنده انذار ده، احنا ايمن حفني مؤمن اخره علشان لو خد الانذار الثاني هيبقى بره. لكن خلينا بقى في الجوانب الايجابيه. ان الزمالك يجيب جونين باربعه وجاب اربعه الى ثمانيه، ده جانب ايجابي. استنلي جانب ايجابي. الروح اللي بين اللعيبه في الملعب بين فريق الوداد وفريق الزمالك، اولا شفت الجماهير لما حيت الفريقين. فريق الوداد لعب ماتش محترم جدا جدا جدا، ولو كان لعب بالمستوى ده في مصر ما كانش اتغلب بالصفر حتى. تمام. بشكر طبعا السفير ايهاب من الدكتور عبد الحاج جمال الدين استاذنا على استقباله باحسن، ما سابهمش لحظه. الجهاز الفني هيقعد طبعا مع اللعيبه، وانا قعدت مع اللعيبه وانا في القاهره، يعني انا قعدت معاهم. وكلكم شفتوا الماتش لما الاخ اسمه هشام اللي هو بيذيع مع ميدو، وواحد ثالث شبيب ولا مش اسمه ايه، شيبو، فهو بيقول له ايه؟ على فكره سعيد العمري ده، سعيد المصري، اربع لعيبه قال لك مش هيلعبوا، هو اللي قال مش هيلعبوا، فقال لك ده تدخل. فرد ميدو قال له على فكره التدخل ده في كل الدول العربيه وفي كل اوروبا. هو السؤال، لما انتوا عارفين في كل اوروبا وكل الدول العربيه، اشمعنى انا لما اجي اقول طيب دخلت في ايه بقى؟ انا كلمت احمد جلال واني زاده، قلت لهم انزلوا الاولاد قولوا له مش اللي مش قادر يعني يحس ان دي نادي فانيله نادي الزمالك وقيمتها يقول له مش عايز اكمل. انت عندك ثلاث تغييرات لسه، ده مش مستوى الزمالك، وخليهم رجاله. انت بتضيع حلم من 14 سنه ملايين الزملكاويه والمصريين ايضا مستنيينه، علشان كان فاضل 45 دقيقه. مش ده نادي الزمالك، مش دي الاجوان تخش احمد الشناوي، لا مش ده الشناوي. في ناس بيقول لك ده سحر ومش عارف ايه، قلت سحر ايه؟ طب ما هو السحر كانوا عملوا السحر في القاهره. طب ما هو جرب اربعه، طب لو عاملين سحر الجونين اللي دخلوا بتاع باسم والسنلي دول دخلوا ازاي؟ يعني كلام فارغ. لكن الخطه اللي عملها مؤمن خطه محترمه، ومؤمن مش هيقول للاعب الكره ما تتقطعش منك بطريقه عبيطه ساذجه، وكلها هتلاقي كور مقطوعه بطريقه ساذجه. مؤمن هيقعد طبعا مع الولاد، وانت لاحظت حتى مؤمن اول ما رجعوا الملعب كان بيزعق، دي رساله مني، دي رساله مني كانت وصلها لهم. الحمد لله فرحنا ملايين الزملكاويه. بعض الشامتين المتربصين اللي كانوا مستنيين مرتضى اللي هزم مش الزمالك، عايز اقول لهم انتوا بتكرهوا مرتضى حطوه في جنب، بس ما فيش لعب الزمالك. الزمالك ده كان بيشجعه الملايين. وهو مرتضى 2002 كان رئيس المكتب التنفيذي على اركان حرب النادي، واخر بطوله افريقيا انا برضو اللي خدتها. وعايز اقول للعيبه انه ان شاء الله باذن الله بامر الله ربنا هيوفقهم في الماتش اللي جاي ان شاء الله، هيستفيدوا من اخطائهم، لن يحدث اسوء مما حدث ان شاء الله، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت ان شاء الله الماتش هيبقى في استاد القاهره، هيحضروا 100,000 باذن الله، برضو عن طريق
هنوزع 200 ايام المؤتمر، هنوزع الاستمارات على المناطق زي ما حصل مع حاج عامر حسين. منطقه اسكندريه خدت 4000 استماره ودخلت بسرعه. الغربيه هتاخد، احنا عندنا اكاديميات في معظم المحافظات حوالي 11 اكاديميه، اللي ما فيهاش اكاديميات الاستمارات هتروح على المناطق وياخدوها من هناك ويملاها ويحط صوره وصوره الرقم القومي، ولو هو اقل من 16 سنه بيحط لنا شهاده ميلاد، صوره شهاده ميلاده وصوره رقم قومي بتاع والده، وخلال 48 ساعه ببعت له لغايه المكان بتاعه في المنطقه او في الاكاديميه الكارنيه بتاعه، بالكارنيه ده هيشتري التذكره. ان شاء الله لما يكون في 100,000، وانا والله يا كابتن مدحت اول ما بعرف ان في التراس في ماتش الزمالك عمره ما غلب، ده ربنا اللي ستر، عمرهم ما راحوا ماتش والزمالك غلب. لكن طب ازاي نعمل له استاد كره 100,000؟ حتى لو دخلوا دولت ما بيبلطجوش الا لما بيكون الاستاد فاضي، انما لو يكون في 100,000 وفي 3,000 عيل بلطجي قليل الادب سافل، ايه قيمتهم؟ يعني هتكلموا هيتعجنوا جوه الملعب. فانا بقول ل 100,000 زملكاوي واهلاوي واتحداوي وبورسعيدي وسويسي كل مصر، ان شاء الله تعالى امروا الاستاد. وبوجه الدعوه للسيد الرئيس، بقول له يا سياده الرئيس من فضلك، مصر ما لحقتش من زمان، ميراكل مستشاره المانيا بتحضر ماتش فرقها في النهائي بطوله اوروبا، رئيس فرنسي، رئيس وزراء بريطانيا، كل الناس بتحضر. فاحنا بقى انا بوجه لك الدعوه اهو من دلوقتي يا سياده الرئيس، ان شاء الله الماتش الاولاني هيبقى في جنوب افريقيا، والماتش الثاني باذن الله هيبقى في القاهره. اتمنى 100,000، ورئيس السيسي يسلم كاس افريقيا لمرتضى منصور اللي بقى له سنتين تمام، 3 كاس، 1 دوري افريقيا ان شاء الله، السوبر جاي باذن الله، كاس العالم للانديه ان شاء الله. ستر الشيخ الف مبروك. انا بشكرك وبشكر مدحت وبشكر فاروق وما اعرفش مين تاني معاك. كل الشكر السادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، والان عوده الى استاد اون سبورتس.